بس وفي حاجات لا، بس الأغلبية لا يعني وحشة. طيب حنان، جيل الثمانينات وجيل التسعينات فينا نعتبر زمانهم ولا وخلاص ونهائيا ما عندهمش مكان في الوقت الحالي في أيامنا دي؟ عايز أقول لك حاجة، في ناس دلوقتي ما عندهاش مكان، يعني في ناس في الجيل ده دلوقتي ما عندهاش مكان، بيغنوا حلو وبيمثلوا حلو أو عندهم أفكار حلوة بس ما عندهمش مكان. بتقصد إيه ما عندهمش مكان؟ بيغنوا بيمثلوا، يعني مين لما بيجي يكون على بالك؟ لما يكون الإضاءة، لما يكون أيا كان من أي شاب أو بنت أو حد طموح عنده حاجة، السوشيال ميديا والميديا عموما دايما بتجري، يعني الميديا بقت بتجري ورا السوشيال ميديا، يعني ده قالوه النهاردة فهنجيبه. يا ريت يكون في يعني إيه قنوات بتجيب كل الناس وكل اللي عنده فكرة وكل اللي عنده حاجة وكل اللي عنده حاجة حلوة، عشان نديله فرصة. ويبقى النهاردة انت عندك كل الشباب عايزين يبقوا حاجتين، يا مطرب يا لاعب كرة، مش عشان دول أحسن حاجة، عشان دول الحاجة اللي بتجيب فلوس. فمبدئين الفكرة غلط، انت كده هتربي جيل ما عندوش أي حاجة.